اللهم بارك اخويا هادي. خويا الله دار مشي الكونكور ديال اكادير ولكن غير مدواج تبارك الله. راه كلام شعار ديك كلام كيطلب فيه 4000 درهم وكي راه طايري الساس. باق السلام عليكم الخوت، تحية ودانية لجميع اخواننا. كنتوجو السوق فريقة اليوم 26 شهر 5. المهم راه غنديرو لكم واحد الفلوق، نقربو لكم جميع اثمنة الطيور المعروضة، سواء يا طيور السينا يا طيور المفردة. واجي قرب لي شوف لينا الكركاعة حتى من هنا. اللهم بارك ديال الخيرات ديال ايوب. انا الكركاعة اللهم بارك، انا الكركاعة يا ما الكركاعة. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر غتشوفوا الثمن والاثمنة. راه كاين واحد البوطونة تحتكم فيها لايك، ما غتخسر والو، ما غتجبد من جيبك ما والو. عجبك الفيديو ديال لايك، ما عجبكش الفيديو قلناش ما عجبكش كتبوا لنا في الكومونتيرات. حنا راه من خلال الكومونتيرات كنحاولوا نحسنوا في المحتوى وما يسخر لكم الامور. وكنشكرك بزاف الدين تصور دابا هضر افريقي ولا معانا مغربي هنا في المراكش. السلام عليكم الخوت، تحياتي لجميع الاخوان. الحمد لله شهر القرعه كاينه، مو العائله كامله جايه تسوق القريعه اليوم مخرجي. اش بان لك هنا السي رشيد؟ على القرع بوالدي يا مخو. الدوره دابا ما كانش خصهم يجيو الخوت، والله العظيم مازال يخدموا. الثمن شحال كاين يا اخو؟ 170 تبارك الله. واحد البياسه هاي الله يسخر لك الامور اخويا. هائلا حسون وزيد. اللهم بارك وزيد بيض. انا العشاق قبوزه تبارك الله، دور قبوزه اللهم بارك مصاوبين تبارك الله. شحال كيبقى الثمن هنا؟ هادو 200 درهم دايرين تبارك الله، هما يا موكلات بيسي كلاس. اللهم بارك وزيد تبارك الله كيسك. الثمن راه 200 درهم اخر ثمن. المهم اللي بغى شي حاجه راه ينقص ليه. عطيني النمره ديالك. حكا راه الاخر ما كيسمعش مزيان. المهم اللي بغى شي حاجه راه السيدر ديما معنا في القريعه هنايا. وهنا راه بلاصه الماء، بلاصه الشرابه، القريعه من فوق تبارك الله. شو اللهم بارك تبارك الله يسعد ثمانية. اللهم بارك. الثمن راه قال لكم راه قابل للتفاوض، راه ينقص ليكم. اللي بغى شي حاجه الله يسخر لك لهم. الله يعاونك يا خالي، الله يعاونك. تبارك الله الاخوان كيعرفوا الطيور بين الخلويه بين حقيقه. الثمن هنا 150 الخلوي كيقولوا 170 المرتين. الخلوي والله العظيم انا تصورت دابا واحد جيبهم جيب قرع بوالديه وما صح. الله يصور اللهم بارك لك. هذا راه بيتهوفن. عاودنا المعلومة نعاودها؟ بيتهوفن صوب عليه سيمفوني. سيمفوني. وبالنسبة شوف بالنسبة للإخوان اللي كيخدموا مالاكا، راه مالاكا راه فيها أربعة طيور اللي
الحسيني فيها البوح فيها الحداد فيها الولوان وفيها الحسانيه هادو هما الطيور اللي كاينين في غريب ديال المراكا الناس ديال سبسه القديم راه كانوا كيقولوا هذاك والله تبارك الله دابا هاد البوح اخويا راه تسمع ديك كثير وليالي يا كتعجبني انا هو داك الشيء اش خديتي انا اخي 130 درهم الله يسخر لك فيها اخويا وتبارك الله عليك اخويا الله يبارك وزيد انا العشاق الهازار تبارك الله اللهم هادي انت واخد ريسيك هادي جدايره تبارك الله وهذا وليدي هذا ولدها بنتها شحال كيوقع الثمن هنايا بالنسبه للوليد شحال؟ الله يسخر مولا وانت شحال اخويا 40 درهم تبارك الله راه عنده ولي ولاد اللهم بارك البوح البوح يعود بالله الشطارات كاين بوح كاين واحد المسودي غادي المساوي راه ضروري نشوف كتكون حنينه سيدي ديك اللعيبه بالنسبه لهنا الاول هو شحال كيبقى خويا ادريس؟ 100 100 درهم مرقد منين هادو خويا؟ خويا جابو منين السيد من قريب اه معلم الله يسخر لك الامور عطينا النمره ديالك اخويا ادريس عطينا النمره راه عيدنا القضيه ديال الخاص سول عليا في السوق المهم راه ادريس راه عندي النمره ديالو اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا راه نعطيه النمره ديالو الله يسخر لك الامور اخويا ادريس واحد البيسه تبارك الله واحد الوليد ديال شي حموميه تبارك الله راه بيان دريس يا والله وما بارك راه باقي هذا الشيء وليد ياك صغير كلتي بيه داك ياك افانتيان افانتيان تبارك الله شحال بغيت تبيع هذا؟ نقولوا 250 درهم 250 بقى بزوب كل شيء ليه؟ الخا ديالي هو 200 درهم 200 درهم راه بقى بزوب كل شيء ليه اللهم بارك المهم عطيني النمره ديالك 06 22 92 93 83 83 تبارك الله بيسه زوينه راه بيان دريسي اللي بغى راه يكمل معاه الحفاضه دور تبارك الله الاخوان راه كيعطيو الحسنيه الله يعطيك الصحه حسنيه تبارك الله راه كيجيب هي هذيك والله يسخر لك الامور باقي وليد باقي حفاضه هذا تبارك الله ولعبوا لي تبارك الله ولعبوا لي لا لا تشو قبيله ودخلت يدي تبارك الله اللهم بارك الله يسخر لك الامور المهم اللي بغى راه يتواصل معاه وراه يقعد معاه تما انا العشاق الوطوات تبارك الله اللهم بارك هذه هنا دولاد 200 درهم تبارك هذا راه الوطوات مابوش تم باليطروك الفول فول المغربي 17 النمرة ديالك هادي 07 17 زيد 29 22 المهم اللي خصو شي وليد ديال الوطوات يتواصل مع السيد راه يقاد مع الثمن الله يسخر لك الامور اخويا امين تبارك الله دور شد الانسان يعطيه الحسانيه راه كيجيبها تبارك الله الله يعاونك اخويا هذا تبارك الله راه عندهم شي 15 يوم هذا تما راه كيقول 100 درهم القطعه 100 درهم 100 درهم من نيتو صافي هذه هي 30 درهم شي حاجه مرحبا شي حاجه راه الخير موجود السوق المريح واخا تخدموا الطير ديما غيبقى الثمن طيب اللهم بارك وزيد في ذاك انا العشاق الكالوبس تبارك الله كاين هنا اللوتينو تبارك الله وكاين الالبينو وهذا اش كتقولوا لي اخويا ايزابيل هذا الايزابيل بالنسبه للوتينو شحال كيبقى خالي لاتينو اخويا 200 درهم 200 درهم والالبينو الالبينو 300 درهم 300 درهم وبالنسبه لهاد بحال 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 200 درهم اه والله الالبينو اللي 300 درهم هادو قرب يتفطم ولا مفطومين هادو راه كاين اللي مفطوم كاين اللي قرب يتفطم المهم اللي بغاها ما غناخذو النمره معاك زوينين تبارك الله اخويا فيلي بخير الله يحفظك اخويا ثاني الامور بخير شحال كيعطينا النمره ديالك اخويا فيلي 065 065 65 65 13 01 المهم شوف لي مرحبا صحاب لي غيقول لي دوز البريفي راه ما غندوش الفيديو ديالو الله يسخر لك انا مقصر انا راه دور اخويا راه القرعه صالحه قليل اليوم شويه الثمن راه كيبيعو ب 150 درهم دير سنة اليوم خويا
وزيد بداك انا العشاق الحداد تبارك الله ويا اخي حتى ما ديال الحداد هذا 170 قفزو بكلشي ليه بالنسبه هنا الجدوره هنايا هادو القرع اخويا الحمراء في القرع هادو القرع كاملين تبارك الله هذا بالي الجدر هذا لا كل القرع المهم كاين هذا قرع كاين هذا قريع اللهم بارك وهذا حتى هو قرع تبارك الله كاين القرعيات تبارك الله شحال كيبقى الثمن قلتي لي 300 درهم اللي بغاهم قفزهم بكلشي ليه اللهم اللهم بارك وبالنسبه لهذا الولوال هذا 150 درهم هذا 150 درهم هذا المهم اجي عطينا النمره ديالك اخي عطينا النمره خالي تبارك الله ربي يسد زوينين وبصحه جيده اللهم بارك راه خلاوه الاخوان هذيك السيمانه باعوا ب 150 درهم 07 62 05 57 94 المهم لا خصيتو شي حاجه اليوم راه يتواصل مع السيد الله يقاد مع الثمن والله يسر لك الامور خالي الله يسر لك الامور ابويا وضروري من البريريد ها انتم السلام عليكم سي بخير صحتك انا اللهم بارك تبارك الله هذا طفر هذا اخويا هذا باناشي هذا البيع هذا البيع كيبقى 500 درهم تبارك الله هو روز هذا روز روز باناش اللهم بارك وبالنسبه للاخ ياسين تبارك الله راه عنده شويه مليحه تبارك الله بالنسبه لهنا خا ياسين الله يسخر لك اخويا تبارك الله بياسه زوينه الله يسخر لك الامور خذ النمره شوف خاصتك شي حاجه تواصل مع المعلومات يوصل لك المعلومات الله يسخر لك فيه وتهلا فيه مرحبا الدريسي تبارك الله وبيا اخي ياسين تبارك الله بالي القرقاع انا اخويا اللهم بارك انا اخويا اللي كويكر في كويكر في الميطاسيو اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك شحال كيبقى الثمن اخويا 2500 درهم كاين هذاك كاين واحد اخرى اللهم بارك كاين بياسات مولينا ياك مولينا ريت فيس مولينا ريت فيس تبارك الله اللهم بارك شحال كيبقى الثمن اخويا 1000 درهم اللهم بارك هذا هو اكوريا 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 اللهم بارك حكي بقات اكوريا خويا 1200 سمعوا الاكوريا راه 1200 يبقاو يبقاو يشيروا عليكم ورقابي للتفاوض كما سمعتوا هذا مولينا ريد فيش كاين هذا راه باربلو كاين هذا باربلو راه ليا البيس هاي اللهم بارك هذا كويكر في الابيض كويكر البين كويكر البين وراه قليل تبارك الله الكويكر في الالبين اللي بغاه اللي بغاه راه 3000 درهم راه النمره ديال اخ ياسين هادو تاهما ديالك اخويا هادو ديال الخدمه الانتاج هادو شنابر هادو شنابر هادو مدريسين ولا لا؟ لا كلشي صوفا هادشي صوفا هادو الشنابر اللي بغا يبريباري العام الجاي وبالنسبه لهنايا هادو كبار كبار ديال الخدمه اللي بغا الانتاج كاين بيرسونال بيرسونال راه ماشي شي مستوى ها كيبقى الثمن 200 والاخرين اخويا 180 درهم اللهم بارك وزيد بذلك المهم عطيني النمر ديالك اخويا 07 77 68 68 12 12 09 09 المهم الا خصتو شي حاجه راه يتواصل معاه وراه قابل للتفاوض وكما وعدتكم شوف صحاب الفريبي راه ما بقيتش غنفيلمي معاهم عطيو الاخوان الاثمنه والله يسخر لكم الامور الحمد لله اخواني كنجيو عندهم كاع كيعطيونا الاثمنه الا واحد ثلاثه الناس راه ما غيبقاوش يدوزوا معايا الله يسخر لكم الامور تبارك الله عليكم بالنسبه لهنا خويا ايوب هادو كويكر اللهم بارك تبارك الله ربي يقاد شحال كيبقى الثمن ديالهم اخويا 1000 درهم 1000 درهم اللهم بارك شحال تقريبا عندهم هادو خويا ايوب عندهم شي 30 30 المهم اللي خصها تجي كاينين جوج صغار من هادو بياسه بيرلاقه صغار من هادي عندك في الدار واش حاجه المهم اللي بغا شي حاجه راه يتواصل مع الاخ ايوب عاود لينا النمره 07 70 15 32 المهم كنولعوا خوش معانا ونوصلوا الحقيقه الله يسخر لكم اللي قال الثمن ها اللي قال الثمن في الخاص ما كاينش اللي غايقول لي بريبي والله لا فيلمي تما من Thank you.
سي ابراهيم بخير، ساعت كان يا امور بخير. ولينا سي ابراهيم شحال كيبقى الثمن ديال هذا سي ابراهيم؟ 4000 درهم تبارك الله راه خير اللهم بارك. هذا ولد العام اخويا ابراهيم ها؟ ولد العام تبارك الله. وما عطينا النمر ديالك اخويا ابراهيم، وما راه النمر راه عندي اللي بغاه راه يتواصل معايا وعطيه النمر ديالو راه يقد مع الثمن في الخاص. خير تبارك الله راه اللهم بارك. هذا راه كنشارك في الكونكور ديال واتساب ياك اخويا ديال واتساب، غير هو نهار الكونكور راه ما دواش اخواني كيعرفوا الكونكور راه جات طير تحط فوق الطابله ودوا راه تبارك الله راه هذا راه ما دواش اللهم بارك راه طير ممتاز ايه كلام زوين تبارك الله. وكاين الخويا راه هذا هو تبارك الله هذا هو حافظ اخويا تا هو حافظ اللهم بارك. شحال كيبقى الثمن ديال هذا؟ 3000 درهم. تا هو 3000 درهم حافظوا بهذا الميسو هذا اخي. اللهم بارك. المهم اللي بغاهم راه يتواصل معاه راه يصير التجديد ديالو راه يقاد مع الثمن في الخاص. الله يسر لكم الامور اخويا، الله يسر لك الامور اخويا ابراهيم. السلام عليكم، كيدير اخويا ايوب بخير؟ كان الامور بخير تبارك الله راه بان لي الكريكات عاوتاني اللهم بارك. البياسه هي اللي لعبتي هي الفيديو ديالها تبارك الله. هذه مولين ياك اخويا؟ انانا شحال كيبقى الثمن ديال اخويا ايوب هذه؟ 1300 درهم. وبالنسبه لعشاق الوليدات تبارك الله هنايا اللي هنا روز وفيشتر ياك مخلطه هنا. هنا هادو روز تقريبا هادو شحال كيبقى واد الروز اخويا؟ 200 درهم. 200 درهم اللهم بارك. كاين حتى البيرسوناطا اللهم البيرسوناطا اي حاجه. المهم هادو كاع روز تبارك الله الثمن 200 درهم هادو ياك السفرين كاملين كلهم 200 درهم. بالنسبه لهذاك الابيض هذا 250 فوطور ديال البيض 250 فوطور ديال البيضو اللهم بارك. بالنسبه لهذا المحبوب الجماهير البيرسوناطا شحال كيبقاو؟ 300 درهم اللهم بارك. اللهم بارك. المهم هادشي بالنسبه لهنا الوليدات اللي كاينين. بلاش باقي الباسطيل باسطيل باسطيل هو اللي كتقولوا فيه كيخرج فيه الوانية ديال الشيء باسطيل شحال كيبقى الثمن؟ 200 درهم. كاين اللوشينو في الفيشتر عين كحله. اللوشينو في الفيشتر عين كحله شحال كيبقى الثمن اخويا ايوب؟ 180 درهم. راه قابل للتفاوض راه خاصك تقول الثمن راه قابل للتفاوض. بالنسبه لهنا الوليدات هادو قراب يتفطموا هادو شو الاخوان راه كاع كاس باش تعرف راه كيشدوا الصوره هذا 10 ايام ديال الصوره شحال هادو؟ 230. وبالنسبه لعطيني الثمن ديال الالبينو كاروكسات 300 درهم. بالنسبه للوتينو 200 درهم. هذا هذا مصبع المصبع تبارك الله شحال كيبقى الثمن؟ 200 درهم. فورتور ديال الالبينو. المهم عطيني النمره ديالك اخويا ايوب 07 70 15 32. الله يسخرك الامور اخويا. ورينا اخي اللهم بارك. هذا شحال كيبقى؟ 250. هذا تبارك الله كاين في الكحل الروز. الروز في الكحل راه لي هذا الاكولي هذه بيرلاطا اللهم بارك. شحال كيبقى الثمن ديالها؟ 1800. كلير طير. انا الاكولي في الازرق اللهم بارك. كلير طير. كلير طير هذا كيجي بيض كيطلع البيوضه. اللهم بارك. كيجي تاجي تحت عنقه. كيضرب العامين كيرجع للراس كامل. الراس كامل بيض ربي يرشم اللهم بارك. وشحال كيبقى الثمن ديالو هذا؟ 6500. 6500 راه قليله الكليرتين اول خطره غنشوفو في السوق بكل صراحه اللهم بارك. ديالها بيضاء اللهم بارك والصحه جيده راه عارف اللهم بارك. المهم عطيني النمره ديالك اخويا ايوب 07 70 15 32. ولا خصك شي حاجه يتواصل مع الاخ ايوب والله يسخر لك الامور عليك وزيد جديد. هادو راه جدوره قدام تبارك الله ديال الفوليا يا لاش اخويا عادي يسلك هادو راه والله وقال شهر 10 ولا 11
تبارك الله. شحال تبيع هادو اخي؟ 150 ثمن حنين. الله يسخر المولى. مرا اخويا هو كيبيعو 150 درهم. هاد السيدة كنعرفوه شخصيا وثيقة. سيماهم على وجوههم. الله يحفظك. لا السيد معقول كنعرفوه. الله يسخر المولى. داك واحد نتيوا تبارك الله قرعه هذه بنت عام ولا شحال عندها؟ هذه بنت العام تبارك الله. اللهم بارك. راه معروضه للبيع بالقبس ديالها بكلشي ليها. شحال كيبقى الثمن ديالها خويا عبد الله؟ 150 كون بيبقى بزاف كلشي ليها. ها انتما الاخوان راه القبس راه دايره وقال شي 150 درهم تبارك الله. ربي يسهل زوينة وبصحة جيدة. المهم عطينا النمر ديالك اخويا عبد الله. 06 29 66 31 33. المهم اللي بغا راه يتواصل مع السيد وراه يقاد معاه الثمن. ياسر راه زوينة تبارك الله وبصحة جيدة. راه كومبلي بقى بزاف كلشي ليها الاخوان. الشبيكة الله يسر لك الامور اخويا. والو لا والله ما كاينه كون كان ديباني خويا. المهم السلام عليكم الخوت تحياتي للجميع. مرحبا بكم في الطابله ديال عادي. ديال حمزه. هاي. قابيل. عند التعريف. وباش كيعجبني حمزه ديما الجديد والنقاب والحق اللهم بارك. غنبداو من هنايا. المولينا سيليكسيون غوج انتاج ديالي اللهم بارك. دابا انت قلت السميات انا. مولينا اوبالين سيليكسيون غوج فاش الست الوان الزرق الاحمر الصفر الكحل الكري والبلو. هادو 1000 درهم هادو. اللهم بارك. انت اخويا شوفي انا. انا اخويا اصحاب البريفي راه ما بقاوش غيدوزو معايا في القناه. ياك اخويا كيسيروا على عباد الله اخويا. عيطوا لي تشكاو من الاخوان هنا كيجيو من فركاطه وكيضربوا الاثمنه بالطيوره صاحبي. شي اثمنه خياليه. المهم اللي غيقول لي البريفي راه ما غيدوزش معايا وخا 2000 معاه غنمسحو. عطي الناس اثمنه داك الشيء مصفر غتقول الثمن. انا اخويا اللهم بارك. 1000 درهم. اللهم بارك وراه قابل تفاوض. 1000 درهم هذا مولينك هادو بربعه كاملين مولينا اوبالي. 1000 درهم. انا العشاق الالبينو. الالبينو 280 عين حمراء 280. هنا كاين اللوتينو 200 200 درهم. اللهم بارك. هذا الابيض اخويا حمزه هذاك 300 درهم. بالنسبه للوليدات هادو هذا تما مولينا. تما مولينا 1000 درهم. هادو ماشي محبوب الجماهير هما هادو. جمع جمع ان شاء الله. جمع 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 جمع. بارك الله فيك. شو دعنا راس الله جاب لنا هذا ارلوكان. شبالية كيف يلم حلواش ما تديش. هذا نديرو لهم 250 الفيولي. كل العشيرة هادو محبوب الجماهير. واد الفيولي اول طفرة كتخرج لي فيني بهذا الشكل هذا. اللهم بارك الله. اش من طفرة هذا؟ هذا بغا يمشي. هذا دومينون سباي. وشي سبايدر كادور من الصغر. اللهم بارك. بالنسبه لهذا خويا حمزه هذا خويا ماشي للبيع. هذا نخدم عليه الاوبالين. اوبالين في الار لو كان في دومينونت. سميتو دومينونت باي. دومينونت باي هذا ماشي للبيع. لا ماشي للبيع. المهم اللي عنده بحال هاد البياسه يكتب لنا. غنخدموا عليه ان شاء الله. ما تكون عند حتى شي واحد ان شاء الله. لا غتكون. لا ما غتكون. على لي هنا لي زاكسيسوار. المهم هنايا خويا حمزه هادي هادي راه دوينا عليها في داك الفيديو ديال اللي فاز ديال لي زاباراي. وحده كديرها في الفاج وحده كديرها حدا راسك كتعطيك الميديتي درجه ديال الحراره ومؤشر التلوث في الهواء. شحال كيبقى الثمن ديالها؟ هذا 500 درهم. 500 درهم. بالنسبه لهاد الصدريات هادو راه كاين 30 اللي فيها غير الباك. هادي فيها 3 متر اللي فيها غير الباك كتبقى ب 30 وهادي اخويا كتبقى ب 35. 35 بالنسبه لهنا اللعاب هنا هادي راه
10 دراهم الشا وازو شيان اي واحد 10 دراهم بالنسبه لهاد هادي 20 درهم كنديرهم بالبوله ديالو بي اش هذا راه مزيان شوف الاخوان اللي كيديروا ليه رفاج هاد ديال بي اش راه ضروري خصو يكون عندك لان حنا كنخدموا بخل التفاح بزاف وخل التفاح لا فات الحموضه ديالو 4 أو 4.5 راه غطر داك الفرخ القانصة ديالو المهم هاد البي اش ضروري يكون عندك كتعبر به وبالنسبه لهادو خويا حمزه شنو كاملين البي اش هذا اللي بغى يمشي برشا عباد الله كثير وداد الراجل يسمعوا معنا اليوم الربح والخوط الله يرحم الوالدين عليكم شوف انا عمرني قلت هذه القناه ولكن راه جاي عارف هادي ولكن ولكن عارفك الشكل اليوم راه ما كتمثلوا المغرب ما كتمثلوا لا لا خايفين اخويا شوف ما كاين لا خوف لا والو بدات كتبقى فرقه كبيره الله يستر لكم الامور بالنسبه لهنايا هادي هاديك اخويا 10 دراهم كدير كتعبر بها الرطوبه وبالنسبه لهنا اللي البراره هذه 3 دراهم هذه 5 دراهم وشوف راه داير واحد الفاطه الاخ حمزه اما هي فيديو انا نقول لك درت ودرت كتبتي لي فيديو على الادويه درت ودرت درت اخويا انا غنبارطاجي الله يسخر قول لهم اسم قناه باش يشوف حمزه طيور الزينه حمزه طيور الزينه حمزه طيور الزينه حمزه طيور الزينه النهار كاينين كوبلات اخر كوبلات من الليل المهم انا راه كوبلات من الليل باش ديالو 700 كاين 800 كاين بالنسبه للوتين وشحال اغلى وحده هي ديك بيرلي فاس بلون البياسه ديال برونز فالة والنشوة ديالو هي تحت نتو البيضة فالة وبيضة راهي تبارك 1000 درهم وما تبقى قدام كلشي الباك ديالي كلشي كارانت والاخرين 800 درهم 700 كاين 600 كل حاجة والثمن ديالها المهم راه كل حاجة والثمن ديالها اللي بغى شي حاجة بالنسبة للأدوية راه عندك كلشي جميع أدوية ومكملات غذائيين عنده وقول لي بغيت نسولك واحد السيد من برا سولني على ديك لاباراي ديال اللي كدير انت كتخدم بها ديال الميديتي شريتيها من هنا شريتها من هنا هذيك ديزانفيكتون كتجمع كتجمع الهواء ديال الميدي عطيني الاسم ديالها هو كيتفرج في ها انت غاتمشي غير ابار لا هو عايش اوروبا هو في ايطاليا اوروبا ايطاليا خاصنا نترجمو الطاليانيه لا لا مغربي عايش تما غيقول لي غير غير لاباري لابا بلاش السميه ديالها بلاش المهم شوف كتصيفط لي السميه كتصيفط لك الصوره ديالها والسميه ديالها انت كيعاني مشكل المهم هي ديزانفيكتون اللي كتجمع الميدي راه قلتها لك كيخدم بها الدري تبارك الله راه غير هي لافونتاج غير باش باش يمشي يبريسيزي لهم الشوا اللي بغا غيقول لهم بغيت لاباراي اللي كتجبد الهواء في الرطوبه وكتطلقوا حيت كاين لاباراي اللي غير كتجبدوا ما كتردوش هذه كتجبدوا وكتردوا كتردوا ساك كيولي الجو ناشف مع حموده اسمع كاينين الجوج كاين اللي كتجر وما كتردش الاكسجين وكاين اللي كتجر كتحيد منه الرطوبه وكتردوا لك زوين ساك هذه هي اللي نار الله يسخر لك الامور عطينا النمر ديالك اخويا 06 60 48 88 35 06 60 48 88 35 باسيو فيسبوك حمزه طيور الزينه قناه في يوتيوب حمزه طيور الزينه ان شاء الله باذن الله هاد لي زارتيكل كاملين ديسبونيبل لارسال جميع مدن المملكه المغربيه طويرات مع الساد غنحاولوا نصيفطهم في العشيه والله يسخر الجميع وتحيه ودانيه كنشكر خويا عادل الله يرحم الوالدين الله يرحم هذا 50 درهم من الجوار هذا 15 يوم 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 من الجوار هذا 50 درهم وعاد تبارك الله